السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الريزومي تاع لي شابيتر ديال لوغومون الي تي اون فوا ان فيو كوبل اورو ديال الكاتب المغربي محمد خير الدين، واللي خاصه بالناس تاع ثانيه بكالوريا متمدرسين واحرار. ديجا في الفيديو اللي قبل حطيت لكم الكونترول ديليكتور تاع الفصل 14، في هذا الفيديو غادي نديروا التلخيص تاع الفصل 15، ومن بعد غنحط لكم الكونترول ديليكتور ديال هذا لو شابيتر. نتمنى كلشي يتفاعل مع هذا الفيديو، وما تنساوش تدعوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين، ونبداو على بركه الله. لو فيو في فونيغ امزيل بور كيل فير لامو. بو شعيب جاب عنده امزيل الدار ديالو باش يصاوب ليه الصفيح للدابه ديالو لديك البغله ديالو. لو طرافاي اشوفي، مني سالا امزيل ديك العمل ديالو. إل انفيتا لا ماريشال فورون ابخوندغ ان فيغ دو تي. بو شعيب عرض على هاد الحداد هذا اللي هو امزيل باش انه يشرب معاه واحد الكاس ديال اتاي. Ce dernier lui compta ses nuits à cause de l'accouchement difficile de sa femme. هاد الاخير اللي هو امزيل بدا كيعاود لبوشعيب على المشاكل اللي عنده وعلى داك المخاض العسير ديال الزوجه ديالو. يعني امزيل الزوجه ديالو كانت حامله والولاده ديالها كانت صعبه، ملي مشات لذاك السبيطار ديال القريه ما قدروش يشدوها، قالوا ليها ضروري خاصها تمشي لذاك السبيطار الكبير اللي كاين في تيزني. إل وي بارلا دو لا بيانفيزونس دو الحاج الحسن كيلافي ايدي. وهاد امزيل دوا حتى على داك التعامل الزوين وداك الخير اللي دار فيه الحاج الحسن. الحاج الحسن هو اللي وقف مع امزيل، هاد لو ماريشال فورون هاد الحداد هذا وقف مع هاد الحاج الحسن مني بغات تولد الزوجه ديالو، وقف معاه في السبيطار داها عطاه الفلوس. المهم عاونو في هاد الفتره اللي كانت صعيبه عنده. هذا هو التلخيص تاع هاد الفصل هذا، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.